سوريا ردت إيجابا على موضوع التوقيع على البروتوكول بين الجامعة وسوريا. طلبنا من الأمانة العامة ومن الأمين العام إمكانية توقيع هذا الاتفاق في دمشق، وذلك استنادا لما اتفق عليه في المبادرة العربية التي ورقت الدوحة في 30/10/2011، وأيضا أن يتم اعتبار كل القرارات التي اتخذت خلال غياب سوريا، عقوبات تعليق عضوية وما إلى شابه، لاغية وباطلة عند توقيع هذا الاتفاق. وهذا مطلب يأتي في سياق التصريحات العربية وفي سياق المنطق العام للأمور.